بالنسبة لي رمضان كسر روتين، وأنا بالنسبة لي كسر روتين يعني تجديد في الحياة. يعني لما نبدأ شهر رمضان أحس إنه أنا كده هادية أكتر، وأصير أفكر في نفسي أكتر وأفكر في أولوياتي أكتر. أنا عندي ترتيبات نهار وليل مرة مهمة عشان البشرة لا تصير جافة أو تصير دهنية. بالنسبة لي كمان الماسكات مرة شيء مهم عشان البشرة تتغذى. يعني من الأشياء اللي أنا مرة بحاول قد ما أقدر إن أنا أضبطها في روتيني في رمضان النوم. أقل شيء أحاول أنام من 7 إلى 9 ساعات في اليوم. لا حد يجيب لي سيرة الأكل في رمضان، أعشق أكل رمضان من قلبي. أنا عن نفسي حأكل كل شيء، بس أحاول إن أنا يعني قد ما أقدر أخفف من الحالة. أحسن وقت فيه أروح النادي بعد 2 ساعات من الفطور. كمان يعني أحاول أركز إنه أنا أقل شيء حتى لو ما رحت النادي في البيت لو أمشي نص ساعة على السير. رمضان هو الشهر الوحيد اللي طول السنة أنا فيه أشتغل، أحاول إن أنا أهدي نفسي شوية كده، أركز على نفسي، أركز على صحتي، وأركز على بشرتي. كل عام أنتم بخير، وهذا رمضان think beautiful.